بي واتس كوكينج اليوم معنا دلال ورح تحضر لنا وصفتين. اول وحده مثل ما شايفين الاحمر الفريز عم يمشي بالاستوديو. اول وصفه كب كيكس بالفريز. كب كيكس على فريز. وصفتنا الثانيه هي السباجيتي مثل ما خبرتك تحت الهواء مع الكزبره والثوم الزيتون والجبنه اللي هي وصفه هيك سهله وسريعه. واليوم بدي اقول انه بدنا نشتغل بزيت الزيتون. سالتيني ليش زيت زيتون؟ بالكب كيكس عم نحكي بالكب كيكس حتى كمان بالوصفه المالحه. يعني اليوم في عندنا وصفتين. اول وحده هي الكب كيكس على فريز يلي بدنا نستبدل الزبده والزيت النباتي بزيت الزيتون. وصفتنا الثانيه هي السباجيتي مع الكزبره والثوم والزيتون يلي كمان بدنا نلوحها مع زيت الزيتون. هلا خلينا نبلش هيك وصفتنا سريعا. اليوم عم نحكي على 4 بيض كاملين، ضفنا لهم رشه من الفاني، بدنا نرجع نضيف لهم شويه من السكر، بدنا نضيف حليب سائل. يعني اليوم وصفتنا هي 4 بيض كاملين، كوب من السكر العادي، نص كبايه من الحليب السائل، نص كبايه من زيت الزيتون، 250 جرام من جبنه الريكوتا. واليوم بدي اقول للمشاهدين انه فينا نستبدل الريكوتا بالقريشه يلي كمان بتعطي نكهه طيبه، كوب من الفريز الطازه المقطع صغير، وبدي اختم بكبيتين من الطحين مع ملعقتين من بيكنج باودر. ما بدي انسى 3 ملاعق من مربى الفريز او الفروي روج، يعني حيلا نوع من المربى داخل بقلب الوصفه اللي حنشتغلها سوا. خلينا نبلش. اليوم عم نحكي على 4 بيض كاملين مثل ما كل مره بنقول تينا. وقتها بنقول بيض نحن اكيد بدنا نضيف سكر فانيلي او فانيليا. بدنا نرجع نضيف كوب من السكر العادي. فوالا، هون فيني استبدل بالسكر الاسمر، مثل ما فيني استبدل بالسكر البودره، مثل ما فينا نخفف السكر. يعني اذا اليوم ما عبالنا يكون حلو بدنا نخفف شوي، فينا نحط 3 ارباع كبايه لكن بيض فاني سكر. اليوم نرجع نذكر نحن عم نحكي على 4 بيض كامل. بدنا نرجع نضيف نص كوب من زيت الزيتون. هون بدي ارجع اذكر تينا وقتها نقول نص كوب، نحن اليوم عم نحكي على 100 ملي لانه عم نحكي على الكبايه الصغيره يلي هي 200 ملي. لكن بيض، سكر، زيت زيتون، شو بزيت بدك هلا؟ حليب سائل بس اقل من هون، نص كبايه بعدنا كثير خلص عم اشتغل على النظر اليوم. ميرسي انت قويه بالنظر. ايه. بس مش على القريب. بس على بعيد. ولا مره شفنا عوينتك على القريب. لا عوينات بالبيت بالبيت. لا حلوين، انا بحب عوينات النظر على القريب. لكن بيض سكر. حطينا بيض سكر، زيت الزيتون، حليب سائل. حليب سائل. بدنا نرجع نضيف جبنه ريكوتا. او بنرجع نذكر المشاهدين القريشه صح العلبه اللي بنشتريها. فوالا اوكي. هون بدي اقول يلي ما بيحب الفريز فينا نستبدل بالكرز، بالمشمش، هلا في كرز بالتين، بحيلا نوع. وفينا نخلي نفس المربى فينا هلا اذا عم نحكي على المشمش نستخدم مربى المشمش. مربى المشمش على التين، مربى التين حسب. فوالا ضفنا الجبنه يلي بدها تعطي نكهه. بدنا نرجع نضيف ملعقتين لثلاثه من مربى الفريز او الفروي روج. يعني انا اليوم حبيت اشتغل بالفروي روج او الفريز ما بيأثر. بدنا نخفف شوي الكميه، خلينا على الاثنين لانه ايه ما بدنا نحط كثير. تطلع كثير حلوه. تطلع كثير حلوه. بضل في قبل ما نوضع الطحين والبيكنج باودر الطحين بدنا نضيف الفريز الطازه المقطع صغير. هون حبينا نشتغله بقوالب الكب كيكس بس اكيد فينا نشتغله بقالب الكيك، يعني فينا نعمله ان جاتو اذا بدك. هلا بدنا نضيف الطحين تينا شوي شوي. هلا
فوالا. هون اذا بدي اعمله بقالب الكيك في استبدل الحليب باللبن. بعد شوي كمان بيطلع هيك مويست اكثر يمكن. فوالا. برجع بنذكر اذا عم نشتغل بالكب كيكس اذا عم نشتغل بالسيليكون ما بدنا نحط ولا زبده ولا زيت ولا طحين ولا شيء دغري مثل ما هن. بعد شويتين عم نعمله طحين فوالا نحطهم كلهم صح. هيدا هو الكب كيكس يلي اشتغلناه بزيت الزيتون بالفريز الطاسه المقطع صغير. ما بدي انسى جبنه تريكوتا او القريشه يلي بدها تعطي نكهه طيبه. حتى فينا نضيف دي بيبيت دو شوكولا او شوكولا ابيض مبروش يلي كمان بيعطي نكهه طيبه لوصفتنا. فوالا. شو بدهم وقت بالفرن؟ بدنا نحمي الفرن 180 درجه لمده 10 دقائق، بدنا ندخل وصفتنا بقلب الفرن لمده 20 دقيقه مش اكثر. خلينا نعبي وحده ونتركهم على جنب. يعني بننتقل للوصفة الثانية إذا ما في كتير وقت. لكن وصفتنا الثانية هي نعبي وحدة هيك سباجيتي بالكزبرة والثوم وزيت الزيتون. فوالا. وراح نرجع نزيد لها ثوم البندورة المجففة والثوم كزبرة. فوالا. حكتفي هون تينا لانه اوريدي عاملين جاهز. بدنا نحمي الفرن وندخل وصفتنا بقلب الفرن 18 دقيقة لمده 20 دقيقة. هون بدي ارجع اذكر المشاهدين واقول انه كل فرن بيختلف عن الثاني بالاستواء. فوالا ما بدنا نعبيهم كثير لان مثل ما بنعرف انه بيرفقوا صح. لكن وصفتنا الثانيه تينا هي السباغيتي. هلا اليوم حبيت اشتغل بالسباغيتي بس اكيد مثل ما كل مره بنقول فينا نشتغل بحيلا نوع من المعكرونه من بالبني بالتورتليني. فوالا. سو هون بدنا نحضر خلطه الثوم والكزبره قبل ما نزيدها على ال صح. شو هي وصفتنا؟ اليوم في عندنا خلطه على جنب، مثل ما حكينا انه اليوم نهار زيت الزيتون بدنا نوضع شويه من زيت الزيتون، بدنا نلوح الكزبره الخضراء المفرومه صغير مع شويه من الثوم المفروم كمان، بدنا نلوح كل المقادير سوا، بدنا نرجع نضيف زيت الزيتون، الدرايد توميتو، شويه من البندوره الكرزي، وهون بدنا نضيف المعكرونه المسلوقه ونلوحهم كلهم سوا. واخر شيء بدنا نختم بجبنه الفتة او البارميزان. يعني لو حبيت اشتغل بالفتة بس اكيد فينا نشتغل بشو ما بدنا. لكن بمقلايه او بطنجره على نار بدنا نوضع ربع كوب من زيت الزيتون. اليوم هيدي وصفه ما بدها بس ملعقه، بدها اكثر من ملعقه لحتى المعكرونه تشرب. أول ما يبلش يحمى الزيت بدنا نضيف الثوم ولا بدنا نرجع نضيف الكزبرة الخضراء. اليوم بدي أقول إذا أنا ما بحب الكزبرة في استبدل الكزبرة. فوالا. لكن حلوة ريحة الكزبرة والثوم. عم نلوح الكزبرة مع الثوم. ما بدنا نحط غير رشة من الملح. بدنا نرجع نضيف. اليوم حبيت اشتغل بالزيتون الاسود بس اكيد فينا نستخدم حيلا نوع من الزيتون يلي نحن بنحبه.
كزبرة ثوم بالزيت الزيتون، زيتون أسود مقطع. صح. شو بعد ناقصة؟ بندورة. بدنا نضيف شوية من الدراي توميتو، شوية من البندورة الحمراء، شوية من الفتة، وبدنا نوضع المعكرونة. نخلطهم مع بعضهم. المعكرونة اليوم عم نحكي على المعكرونة المسلوقة يلي سلقناها، يلي بدنا نضيفها شوي شوي ونمزجهم كلهم سوا. هون فينا نضيف حيلا نوع من الجبنة، فينا فيه نضيف جبنة البارميزان مع الفتة، إيماتال، حيلا نوع من الجبنة اللي بنحبها يلي فينا نستخدمها. هلا يلي ما بحب الزيتون فينا نشتغلها بلا زيتون. نضلنا مشجعينه انه يشتغلها. لكن اذا لحستي ما في بصل، ما في ضفنا بصل. ثوم، كزبره، رجعنا ضفنا زيتون. ما بدي انسى زيت الزيتون يلي بلشنا فيه، رجعنا ضفنا شويه من الدراي توميتو او البندوره المجففه. اذا لحستي ما فرمناها صغير تركناها. بدنا نرجع نضيف شوية من البندورة الحمراء الكرزة، مثل ما شفت انه تركت البندورة مثل ما هي، ما قطعناها اثنين، تركناها. هون افضل نختارهم حبة صغيرة. صح. هلا كمان تنهين شوية اللي ما عمله يستخدم الدراي توميتو، فينا حتى نشتغل بالبندورة الحمراء المقطعة مثل التبولة تينا، يعني هيك هينها شوي. انه انا اليوم ما عندي دراي توميتو، ما بدي اشتري، ما بدي بندورة كرزة، في اوقاف هون. بضل عندي احط شوية من الملح. فوالا، اختم بالفته وزيد عليهم المعكرونه. لكن نحن الكب كيكس بالفريز فوتناهم على الفرن، السباجيتي صارت على الاخر مع الصوص اللي دخلها زيت الزيتون، الزيتون، الكزبره، الثوم، بندوره كرزيه، بندوره مجففه، وهلا زفت دلان الفته. الفته على الاخر. صح. بس وهلا ناقص انه نخلطها مع، بدنا نخلطها مع السباجيتي المسلوقه. رح ناخذ بريك سريع مشاهدينا وبنرجع للتيستينج. يامي يامي يامي. شو هالحلو هيدا؟ الكب كيكس بجننوا طلعوا حلوين. ايه بعدين عم بدي اقول انه الاولاد بحبوها كثير هيدي الوصفه. ايه اكيد انا. ومثل ما شفنا وصفه سهله سريعه. وبدنا نشوف الصحن عن قريب كمان، صحن السباجيتي مع البندوره المجففه والزيتون. ما بدنا ننسى الكزبره مع زيت الزيتون، الزيتون كمان. بالاضافه للبندوره الكرزه والبندوره المجففه بشهي والسباجيتي. شو رانيا؟ هاي شفتي شو عم بيصير؟ شف لا بقى ايه، بس انا ما بيهمني شوف صراحه يعني. اوكي انا ما اجنور مي. وهون عملنا كب كيكس على فريز مثل ما سبق واشتغلناها سوا. نرجع بنذكر انه فينا نضيف حتى شوكولا. يعني كثير طيب الشوكولا كمان. حلو. مع الفريز. مع الفريز مش معقول. ايه هذه وصفه كثير سهله، بس قد ما هي سهله قد ما هي طيبه عن جد. يعني المكونات طعمتهم ما فيها كريم فريش، ما فيها جودو طماط، ما فيها شيء، بس كزبره وتلويح زيت زيتون طيبه، شويه من الثوم. انا بقول كل ما كانت بسيطه بسيطه كل ما كانت اطيب للحقيقه. صح. فعل. كل ما هي انا اليوم بعد ما طبخت ايه ونعجنب يعني يحنوا الاولاد تعبي بحبوا. بقيت الكزبره هون فيك تهديها تعمليها بالبيت. لا ليش مش عملتيها؟ طب شو هيك بتخني الطنجره مثل ما هي؟ ابسوليومون. حلو دلال. نحن بالموعد مع الجمعة ان الله راد، وصفة جديدة اكيد. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومكفين.
شيء كثير طيب.